الاستاذ دكتور محمد حلمي، استشاري القلب في معهد القلب والمستشفيات التعليميه. الحقيقه ان المؤتمر متميز، هو بيتكلم على كل ما هو حديث في مجال القلب. كل يوم بيحصل تطور في علاج امراض القلب، التطور ده في الادويه، في الاجهزه، في العمليات، كل ده في تطور كبير جدا، وكله بيفيد المرضى في النهايه. المؤتمر بيتحدث عن ده، بيتحدث على كل ما هو يفيد المرضى في مجال القلب. وبيعد المؤتمر عدد كبير جدا من الاطباء وشباب الاطباء اللي هم كل يوم بياخدوا خبره في هذا المجال بما يفيد المرضى بقلب. بالنسبه للنساء، اول حاجه ان هم منتشر اليومين دول التدخين، يعني التدخين انتشر بشكل كبير، وموضوع الشيش اللي هي في دي طبعا في الكافيتريات وكده، ده ما كانش موجود قبل كده، انما بدا يبقى موجود، ودوت خلى امراض القلب في النساء تبدل شويه. يعني احنا كنا بنشوفه قليل جدا وفي سن كبير، انما حاليا بنشوفه في سن صغير، وبعدين بيتعرضوا كمان اكتر في وقت الحمل اللي هو اهم وقت بالنسبه للمراه، اللي هي وقت الخصوبه بتاعتها اللي هي وقت الحمل وكده. فطبعا كلها التدخين بالنسبه لها طبعا بيأثر جدا في البيبي، بيعمل له امراض كثيره جدا بالنسبه للبيبي بتاعها، بيسبب امراض في البيبي بتاعها، وبيبقى وزنه غير طبيعي، وبيصاب بامراض ما كانتش موجوده في الاسلاف اللي قبل. الحقيقة الحاجة التانية بالنسبة للنساء، أنا بنصحهم برضو موضوع الـ بالنسبة للأكل بتاعهم، المفروض يبقى ليه صفة معينة، ما يصرفوش جدا في الدهون، لأن ده بيأثر عليهم بعد كده، لأن لو زاد حجمهم جدا ده بيأثر في فترة الحمل برضو. احنا دايما بنركز على النساء لأن هم مسؤولين عن أطفال بعد كده، فترة الحمل بالنسبة لهم مهمة جدا، إن هم أنا طبعا هم شباب صغيرين مش مؤثر أوي الموضوع أوي. الموضوع بيظهر قوي لما سنهم بيكبر شويه وبيبقوا امهات، فاحنا لازم نحاول نحافظ عليهم في الوقت ده من كل ما هو يضر القلب، لان بينعكس على البيبي لما بيجيبوه بعد. لا شكرا.